حبيت. وفي باسكت جبنة رومي. اوكي، باسكت جبنة رومي. هلا بنشوف شو يعني سلة الجبنة الرومي. الجبنة رومي باسكت. يلا، جبنة رومي باسكت يعني سلة الجبنة الرومي. ممكن جبنة بارميزان. اوكي، لازم جبنة ناشف شوية. اوكي، يعني الموزاريلا مثلا ما فينا نستعملها لأنه كتير بتسيح بسرعة. طيب، أول حاجة عايز شوية زبدة. اوكي، مندوب الزبدة على النار. طيب، وانا هجيب الجبنة الرومي مبشورة. اوكي، ماشي، وهتعمل كده. ايه، وين السلة؟ كيف حتصير سلة؟ استنى استنى، شو بياكلوها هي هيدي الوصفة بالعادة؟ احط اي حاجة جوا، ممكن سلطة. يعني كيف كأنه خبزة بس بدل خبزة جبنة. صح، هيك. طيب، بدنا نجيبها مقرمشة شوي، شو بنعمل هلا؟ هتعمل السلطة، أنا عايز أحط جوا في الباسكت. اوكي، يعني احنا بسلة الجبنة الرومي حنحط سلطة، فأندرو بده يحضر السلطة اللي عم يعملنا إياها. طيب، بس عندي شوية سبانخ طازة. يلا، بس أنتوا فيكم تحطوا فيها أي شيء بتحبوه. أي سلطة؟ وبقطع السبانخ. هاي عملية انه ناكل السبانخ بالسلطة كمان شيء جديد عنا يعني نحن دايما في يخنة السبانخ. عارف، سبانخ سلطة من الغرب اجت. بتعرف انا شو بحب؟ بحب سلطة الجرجير. طيب، وهنا عندي شوية طماطم بقطع. اوكي، وشوية خس كابوتشا. اوكي، خس ايسبرغ يعني. ايوه. اوكي، هشوف ايه نظام هنا. طيب، شوف لنا هون شو النظام عم بيحرق هون، بتبعدوا عنا. لا لسه، عايز النار عالية شوية. اوكي، أندرو فيها كتير زيت. بس لما خلاص أحطه مع ورقة. طيب، مص الزيت. صح. اوكي، طيب أسيب ده على جنب. اوكي اوكي، ماشي، هيا يلا 1 2. ياي، شو حلو اللون. حلوة صح؟ مثل غروب الشمس هيك، شي كتير كتير حلو. طيب، بسيبه ده على النار خفيف. كتير كتير حبيت. انا مبسوط قوي. اخيرا. يلا، وعايز اجيب بولة. ماشي، وبعدين احطه. عشان هيك بتكون سلة، بدنا نحطها من فوق. هلا فهمت، انا عم اقول كل شوي اعمل لي شي مسطح وبقول لي سلة. واجيب منديل. كده. اوكي، ماشي ماشي، هوب، منديل عامل كده. اوكي، وده خلاص. استنى استنى، انتبه تحرق. واو، واسيبه كده. اوكي، ماشي ماشي. طيب، هجيب الباسكت ده. شو حلو. حلو صح؟ شو حلو. بتعرف انه انا كنت شوفها كنت فكرها خبز بجد؟ ايه، بس من الريحة كنت خبز، فكر حاطين عليه شوية جبنة ومضايبين الجبنة، بس هيك كنت فكر. لا، ده جبنة. جبنة. هلا نحط السلطة. هجيب السلطة. طبعا اندرو عم بيعلمنا كيف نعمل علمنا كيف نعمل سلطة الجبنة الرومي اللي هي تحفة، وهلا عم حط بقلبها السلطة. شوف، يلا، ايه سلطة جوا الباسكت. خلينا برزنتيشن حلوة. اوكي، فاذا عنا التحفة الفنية المصرية اللي هي سلة الجبنة الرومي صارت جاهزة.